لا كلاتنبرج انا قلت في يعني اول ما الراجل وصل رايك انت في الخبير الاجنبي، قلت كلاتنبرج كان معاه في ابو ظبي معسكر 2017 وخرج من هناك، كان حتى انا حضرت المقابله كان بينه وبين موساكا وكولينا، يكمل في دوري الابطال يا تطلع بره ترشيح كاس العالم. فهو اختار يطلع من ابو ظبي على السعوديه عشان يمسك، كان عنده العرض بتاع الدوري السعودي. فراح الاتحاد السعودي ومضى وطلع من، فانا عملته على المستوى الشخصي يعني. لما اتقال ان في خبير اجنبي جاي انا تمنيت نجاح اي خبير، يجي اجنبي يجي مصري يجي افريقي، في الاخر الوضع اللي وصل ليه اتحاد التحكيم المصري كان صعب. وبالتالي انا معايا حد ينقذ. فلما اتقال الاتحاد المصري خد قرار بخبير اجنبي وجام كلاتنبرج، انا عارفه على المستوى الشخصي عارفه، فقلت خلاص يعني في الاخر انا مساند مش لكلاتنبرج، انا مساند للتحكيم المصري. فاتمنى الراجل ده ينجح، انا بمنتهى الامانه حتى لو مش شغال معاه. انا مش انا بره اللجنه ومش هو هيكمل يا كابتن جهاد؟ والله اتمنى له ينجح، اتمنى ينجح عشان مش عشان خاطره برضه، يعني الكلام برضه لما بقول اتمنى ليه النجاح عشان خاطر التحكيم المصري، اي حد موجود في الكرسي ده هتمنى له النجاح عشان خاطر التحكيم المصري. بنتمنى له كلنا النجاح، حضرتك بقى غيرنا احنا. انت حضرتك متخصص وداخل المطبخ وراجل خبير تحكيمي واسمه وتاريخ كبير، تتوقع نجاح كلاتنبرج؟ بص المقدمات اللي موجوده حاليا تخوف. تخوف؟ تخاف ان اولا ما فيش لجنه حكام معاه. ليه؟ ما معاه احمد ابو العيله وتامر دور. لا الناس بتشتغل، ما فيش لجنه معلنه. الناس بتساعد كتر خيرهم. ما فيش لجنه حكام موجوده معاه. الاستعداد بدا متاخر شويه. انت الحكم زي لعيب الكوره، عايز برضه ياخد وقت يستعد وياخد تعليماته قبل الموسم، والقصه دي محتاجه وقت كتير. طب ايه سبب تاخير يعني الاعلان عن تشكيل لجنه الحكام؟ والله دي بقى حاجه انا ما اعرفش السبب. هي يعني الناس خايفه انها تجيب جهاد جريشه عشان تاريخه؟ لا والله ما اعرف. انا على فكره رد في الاعلام زي اي حد، مرشح فلان وفلان وفلان. لكن ما فيش اي تواصل من اي نوع، لكن في الاخر ايا كان مين اللي يشتغل في الاخر احنا كلنا معاه. يعني بقول لك اذا كنت انا مع الاجنبي اقول ربنا يكرمه وينجح، لو دخل سمير عثمان اول واحد هنيجي جهاد جريشه. لو دخل ياسر عبد الرؤوف اول واحد هنيجي جهاد جريشه واقف معاهم. سمير عثمان وياسر عبد الرؤوف البعض هم ناس محترمه جدا. لكن انا بتكلم على كمسؤول تحكيمي، هل عمل سمير عثمان في قناه النادي الاهلي سابقا وعمل الكابتن ياسر عبد الرؤوف في قناه نادي الزمالك يمنعهم من او قد يعرقل ترشحهم للتواجد في لجنه الحكام؟ مش عارف ممكن المسؤول يحسبوها ازاي، بس لا جهاد جريشه. لا انا بالنسبه لي انا لا يمكن العب اشتغل في قناه نادي خالص. بالنسبه لي لا استحاله، يعني موضوع ان انا اشتغل في قناه نادي دي استحاله. ليه؟ بص يعني في الاخر انت مهما كنت بتتكلم على قناه نادي الانتماء هيغلب عليك. يعني في الاخر انت بتحلل لجمهور النادي ده، فاستحاله تتكلم كحكم فير. فبرضه مهما كنت بتحاول تبقى فير هيبقى صعب تبقى فير، لانك انت مرتبط بسياسه قناه وقناه بتاع نادي، فده صعب جدا. فانا بالنسبه لي انا يعني لو اتعرض عليا اهلي او زمالك او كان بيراميدز قبل كده استحاله خالص. لا استحاله، مش 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 انا شغال دلوقتي مثلا، انت عارف في المكانين، مش عايز اقول عشان اعلان، المكانين بحلل فيهم، فخلاص انا بالنسبه لي بعيد عن هم، يعني بعيد عن انتماءات الانديه، عن اي انتماء لنادي، فده صعب جدا. لكن ان ده يمنحهم يعني بتؤثر على قراراتك على ارائك التحكيميه في الاخر. الجمهور والناس بتحسبها على كده، تحسب انت راجل في قناه دي يبقى انت الانتماء للمكان ده، فالناس بتحسب على هذا الاساس، يعني بتفكر في كده الناس. طبعا الجمهور سوشيال ميديا او بالتالي لا. هل خلينا نتكلم بوضوح، هل انت هتبقى خبير تحكيمي ففي لعبه على الزمالك مثلا؟ لا انا شفت، بس انت في الاستوديو التحكيمي انا هتكلم على الاثنين اللي موجودين. لا بصراحه فير. لا ماشي، انا بتكلم عموما عموما بشكل عام، ما بتكلمش على سمير عثمان اللي اشتغل في قناه الاهلي وياسر عبد الرؤوف اللي اشتغل في قناه الزمالك. هل ده ممكن يؤثر على قراراتك كجهاد؟ اه لا استحاله. ايوه ماشي، بس في النهايه انت لا لا اقول لك استحاله، بس بتتكلم انت مش هتقبض اخر الشهر. لا انت ممكن تروح، ما فيش مشكله. اه لا انا عندي اقعد في بيتي احسن ما حد يجبرني على قرار انا مش مقتنع بيه. انا ما عنديش مشكله. هو الاستوديوهات التحليليه مفيده للحكام جدا، استوديو التحليل للتحكيم، ولا بتعارض بتقول الكلام ده عشان انت بتشتغل دلوقتي؟ لا 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 خالص لا خالص. هقول لك على حاجه، وانا حكم كنت اكتر حاجه بتستفيد منها الاستوديو التحليل، حتى لو اختلفت مع المحلل. كابتن عصام في التحكيم كان عايز يلغي الاستوديو التحليل التحكيميه باي صفه؟ لا باي صفه ان هو رئيس لجنه الحكام. ما اعتقدش ان رئيس الحكام يقدر يعمل ده. يعني لو انا رئيس الحكام، يعني كان بيطالب، كان بيعتبر ان هي بتثير الفتنه
وبتؤثر على ثقة الحكام. بص يا اسلام، السؤال التحليلية تحكيمية دي عبارة عن دروس مجانية للحكام، تختلف تتفق، دي الطبيعي. انا ماليش علاقة، انا بقول لك، انا بكلام عموما، بكلام عموما، يختلف يتفق، ده الطبيعي. اي واحد بيحلل ويشرح لعبة طبقا للقانون والبروتوكول بتاع الفار، اللي بيطلع بيها في الاخر اسمه، زي ما كنت حكيت في الملعب. جهاد انت لسه من شويه قايل لي اتفضل قناه النادي هتخليني اتاثر. لا ما قلتش اتاثر، انا بتكلم، انا بتكلم الجمهور يا كابتن اسلام، انا بتكلم كلام واضح، الجمهور اللي بيتفرج بيعتبر ان الراجل ده بيتاثر من النادي واللي موجود فيه، لكن انا بتكلم اللي موجودين فعلا دلوقتي. مش ده بيحصل؟ لا اللي موجود، انا بقول لك اللي موجودين دلوقتي، قلت شهاده حق ماشي فير، يعني اذا كان الراجل ده والراجل ده بصراحه الاثنين، كابتن ياسر راجل محترم، ناس محترمه وفير، بس في النهاية مش بتحسبها؟ يعني انت لو مكانهم وانت انت موجود فتضحك ليه؟ انا بالنسبة لي عمري حسبتها. ما انت بتقولي